السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على طريقة تغيير نسخة التثبيت بين 64 و32 في الفيجوال ستوديو. نسخة التثبيت مقصود بها هي أنك بعد ما تكمل تصميم وبرمجة البرنامج أو النظام أو المنظومة اللي تخدم فيها، في النهاية أنت مش محتاج أن هي تقعد في بيئة الفيجوال ستوديو نفسها، محتاج أنك تطلع منها نسخة التثبيت هي اللي حضعتها للمستخدمين أو للعملائك أو لزباين حتى ينزلوها طول. يعني هم مش محتاجين أن هم يفتحوا الفيجوال ستوديو ويضغطوا على ستارت باش تنفتح عندهم المنظومة أو النظام أو البرنامج أو أي كان اللي تخدم فيه، فمحتاج نسخة التثبيت. نسخة التثبيت نطلع فيها من خلال أو نستخرج فيها أو نستخلص فيها من فيجوال ستوديو من خلال من قائمة بروجكت، بعدين آخر خيار اللي هو اسم البروجكت الخاص بك، ثم بروبرتيز خصائص الخاصة به، بعدين من ببلش. من ببلش هنا حنتحصلوا على النسخة هذه اللي هي نجو لللوكيشن أو الباث اللي محتاجين يتخزن فيه البرنامج هذا بعد ما نستخرجوه، ونختاروا requirements اللي هم أي دوت نت فريم ورك احنا استخدمنا، نديروا عليه تشيك، بعدين نعطوه البابليش فيرجن اللي هو اما نسخه هذه هي الافضل، ان نخليها اوتوماتيكي، يعني كل ما نديره بابليش الريفيجن يزيد واحد، يبدا مثلا حاليا لو درت بابليش ونرجع لنفس القائمه من بروجكت ونجي لي بابليش هنا نلقاها واحد واحد، يعني 1001 اللي بعدها 1002 والى اخره لين توصل 10، بعدين يزيد البيلد 1 10 والمونير وكذلك. بعدين نضغط على بابليش ناو نلقاها مخزنه في الباث اللي احنا طنولها من هنا. لكن في اغلب الاحيان الناس او المبرمجين بعد ما يديروا publish now ويعطاها للزباين او للعملاء او اي كان المستخدم ما تتحملش بصورة صحيحة او تصير اخطاء. السبب هو ان مثلا هو اعطيه 32 والمفروض انه يعطيه نسخة 64، او اعطيه نسخة المفروض تخدم على 2 لكن تصير فيها مشاكل، وهو مش عارف كيف يدير العملية هذه. فالعملية هذه بسيطة جدا، من نفس الامكان يعني من project، اسم البروجكت الخاص بك ثم properties، لكن نختاره compile. عم تنجو لي compile هنلقوا ان في خيار اسمه تارجت سي بي يو اللي هو المعالج، نوع المعالج المستهدف. لو نجوا نلقوا عندنا اني سي بي يو ندير له كليك، يعني نلقوا ان في القائمه المنسدله في عندنا x86 واكس 64. x86 هي نفسها 32 بت، نظام 32 بت، اما هذه فهي 64 بت. فنجوا نختاروا 86 بت، نمشي لببلش، نعطوه path او location ونديروا publish now، بعدين نرجعوا لنفس العملية لكمبايل نديروا 64، نمشوا لببلش ونديروا publish now، وبهيك نكونوا تحصلنا على نسختين من المشروع اللي احنا نخدمه فيه او اللي نبوا نعطوه للمستخدمين اللي هي نسخة 32 نسخة 64 بت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا، وكان بسيط ومفيد جدا بالنسبة لكم. اذا كانت عندكم اي استفسارات او اي اضافات ياريت تحطوها في comments او في التعليقات اسفل الفيديو، وكذلك عبر وسائل التواصل اللي هتلقوها في صندوق الوصف تقدروا تتواصلوا معي في حال في اي استفسارات، وكذلك يا ريت لو عندكم اي اضافات تحطوها كذا او اسئله او دروس قادمه على مواضيع معينه يا ريت تحطوها في الكومنتس ايضا. واضافه اخيره اسف عطلت عليكم، هي ان حتلقوا روابط بعض الدروس في صندوق الوصف تقدروا تشوفوهم اذا فايتينكم دروس معينين في الدوره هذه او تزيدوا على الاقل من المعرفه الخاصه بكم. وإذا الطلبة جدد يا ريت تديروا سبسكرايب والفائدة ليكم حتى يصلكم إشعار بالدروس القادمة. وموفقين جميعا والسلام عليكم.